في حدث هو الأول من نوعه منذ قيام السلطة الفلسطينية، وصول السفير السعودي إلى مقر وزارة الخارجية في مدينة رام الله لتسليم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. الخارجية الفلسطينية اعتبرت هذه الخطوة ووصفتها بأنها تاريخية وسط ترحيب رسمي بوصول السفير للأراضي الفلسطينية. نحن نعتبر بأن وجود سعادة السفير هنا في فلسطين هي مرحلة سوف تعكس تطوير في العلاقات الثنائية التي تربط البلد بين البلدين. السفير السعودي غادر مقر وزارة الخارجية وتوجه إلى مقر المقاطعة لتسليم أوراق اعتماده لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. في كلمة مقتضبة له أكد السفير السعودي على موقف المملكة العربية السعودية من حل الدولتين. سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تحدث منذ عدة أيام في نيويورك عن أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة العربية السعودية على أساس قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وأن تكون إن شاء الله تقام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. ملف التطبيع الحديث عنه أصبح عالمي، أين القضية الفلسطينية سعوديا من هذا الملف؟ الطبيعي بين الشعوب، كل الشعوب والدول، هو السلام والاستقرار. فاحنا نتأمل ونرجو زي ما تحدث اسمه سيدي ولي العهد أن يكون في علاقات طبيعية مع كافة دول العالم. المبادرة العربية اللي قدمتها المملكة عام 2002 هي ركن أساسي من أي اتفاق قادم إن شاء الله. الطرفان الفلسطيني والسعودي عبرا عن سعادتهما في هذه الخطوة التي سيكون لها ما بعدها، معلنين بدء العمل على تعزيز التعاون بين الشعبين السعودي والفلسطيني والسلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية. مراقبون وصفوا هذه الخطوة بأنها تحمل رسائل سياسية عديدة في ظل الحديث العلني عن قرب التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. ثروة شكرا الحرة، رام الله.